اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فهنا يا اولاد احنا قلنا ايش؟ لما جيت اتكلمت انا بقول لكم انا عندي هنا البريزنت بيرفكت، معناه انه هو بدا، فقلت انا كنت اعطيكم مثال، بقول لك انا لو بقرا في ستوري لي 3 ايام ولسه للحين ما خلصتها، وش اقول؟ كيف استخدم؟ كيف اقول جمله ان انا بقرا في الستوري دي لي 3 ايام؟ او ان انا بقرا فيها ولسه يعني مستمر فيها ما خلصتها، كيف اقول الجمله؟ I read ها؟ in this story. اي ايش؟ ها؟ اي ايش؟ Mr. I read. اي ريد، اي ريد، ما انا بقول لك بقول هاد وهاف، هاد وهاف اللي بستخدمهم في الشيء اللي بدأ ولسه مستمر معي، هاد وهاف. اي ريد دي تبع البريزنت، معناها ان هي تحت رجولك، معناها ان انت توك الحين تبدأ فيها. ها ها، كيف اقول ان انا بدات الستوري دي ومكمل لسه فيه؟ واحد يقول لي كيف؟ ها، اعطيني الجمله. ها ها، اقول ايش؟ ما انا قلت الكلام. طيب هقول هنا يا اولاد، هقول I have، لازم يجيب have، طالما الشيء بدأ من زمان ومستمر معي أقول have. I have started، I have started reading، or I have started this story، بلاش reading، I have started this story 3 days، or 3 days. أنا بدأت أقرأ في القصة دي من 3 أيام. I have started، أدي الفيرب started أهو. I have started this story، أنا بدأت القصة دي من 3 أيام. يبقى ده معناها أنا من 3 أيام كنت موجود هنا وللحين مستمر. واضح؟ وللحين مستمر. معناها أنا الحدث هذا يعني بدأ من زمان ولا يزال مستمر معي للحين. ده بيكون في البريزنت بيرفكت يا أولاد. أما لو هو تحت رجولك اصلا الحين في اللحظه دي بس، ده بريزنت بس. لو هو لسه تو ما جه كده قدام لسه، يبقى ده فيوتشر. لو هو ورايا، لو ورايا بس، يبقى ده معناها باست. واضح؟ Yes. لما نيجي هنا الجمله دي، احنا قلنا الانترنت بدا ومستمر معنا، وش نقول؟ ها، انترنت ايش؟ ها، مين يقول لي؟ ها، انترنت ايوه، ها، انترنت ايش؟ ها، قلنا بنستخدم ايش وايش؟ ها، انترنت سنجلر ولا بلورال؟ كلمة انترنت سنجلر ولا بلورال؟ سينجلر سنجلر، يعني تاخذ هاز ولا هاف؟ هاز اور هاف؟ have تاخذ هاف no سنجلر، hard تاخذ hard هاف. احنا قلنا اللي اخرهم اس، ان الكلام كل حصه بعيده وزيده وبعد ما يعني ما في تركيز، ما ادري ايش المشكله. احنا شرحنا ها فيرب تو بي، تكلمنا على الثري فاميليز، تكلمنا عنهم فيرب تو بي، قلنا ثري فاميليز، ثري فاميليز كل واحد موجود فيهم ينتهي بالاس، ده تبع السنجلر اها، واللي اخرهم دي تبع البلورال والسنجلر، والباقيين معاهم الجمع فقط، اللي هم وير وار وهاف وجو، دول تبع الجمع. قسمت التقسيمه دي يا اولاد ما ننسوها، اكتبهم مره ثانيه هنا. قلنا هنا از، وعندي هنا واز، وعندي هنا هاز، ادين واخد واحد بس من كل فاميلي، وعندي داز، اها، كل المجموعه دي تبع السنجلر. عندي هنا دو، عندي ديد وهاد، دول تبع بوث، يعني سنجلر وبلورال. عندي بعد كده ار وير، وعندي هاف، وعندي نادو، دول تبع البلورال بس فقط. عندنا ام الوحيده اللي هي مع اي، ما في غيرها. ادي المجموعه
اتكلمنا فيها قبل كده يا اولاد، ما هو اول مره دي، ركز لو سمحتوا. اي شيء تبع السنجلر في الفيربز دايما يكون مع از او واز او هاز او داز، اي سبجكت سنجلر مع واحد من الاربعه هذول. طيب فالحين انا هقول انترنت هاز انترنت، هنا بيكمز دي ايش هنسويها مستر؟ نشيلها خالص. هقول انترنت هاز بيكم بيكم امبورتنت، لان قلت الانترنت بدا يا اولاد ولسه مستمر معنا ده الحين، يبقى انترنت هاز بيكم امبورتنت. ليش قلنا بيكم يا مستر؟ لان بيكم في 3 بيكم في ايش؟ في 3. قلت انا عندي في 1 في 2 في 3، في 3 تبع هاز وهاف، هاز وهاف اللي هو بيكم. واضح ولا لا؟ ها في احد ما فاهم يقول لي ما انا فاهم. ها الو اسمعوني يا اولاد. Yes, Mr. Understand. Understand or not? Understand. طب واحد يقول لي ليش قلنا انترنت has become important؟ ليش قلناها كده؟ ليش قلناها كده؟ عشان الهاز المستمر. ها عشان التنس بدأ يا اولاد ولسه مستمر معي، لأن الزمن هذا بدأ ولا يزال مستمر معي للحين، معي موجود معي. هو بدأ الإنترنت من زمان موجود وللحين موجود معي، عشان كده استخدمناه في البريزنت بيرفكت، قلنا has become important. طيب الجملة اللي بعديها، internet can helping people around the world، مين يقول ايش المستيك الموجود هنا؟ ها ايش المستيك الموجود هنا؟ internet can helping people around the world، ايش المستيك؟ مين شاطر يقول؟ ها ولا واحد يبي يقول؟ ها يا اولاد ايش المستيك الموجود؟ helping نشيل اي ان جي طب مستر helping can very good help no, not helping helping excellent. because it is present. لا مش because ان هي present، انا عندي هنا يا اولاد اللي هم الفيربس، اللي هم الفيربس اللي هم مين؟ اللي هم كان وكود، تمام يا اولاد، وعندي shall should وهنا will طبعا معاهم، وعندي would وعندي may وعندي might، كل هذول يا اولاد، وعندي طبعا must، كل هذول الافعال يجي بعديهم الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف يا مستر؟ يعني verb without any endings، بدون اي اضافات. يعني هنا اقول ايش؟ يعني can eat، can help، can speak، can write، can read. لا احط ing ولا احط s ولا احط ed ولا احط ولا شيء، الفيرب يجي وراه كده بدون اي شيء. فانا عندي الفيرب كان هنا من ضمن الافعال هذول، واضح؟ يبقى لما الاقي اي فيرب من الافعال هذول يا اولاد، معناها الفيرب اللي يجي بعده ما احط له ولا شيء، ما اضيف له ولا شيء مره. Understand this؟ Yes. انا هنا عندي ing drop the ing، يبقى هنا internet can help، على طول can help people around the world. تمام، تعال نروح للجزئية اللي بعدين. ها هنا عندي يا اولاد بيقول لي I didn't went to America last year، ايش المستيك الموجود في الجملة دي؟ didn't نشيل apostrophe. لا غلط. ها
غلط. هل عندي الفيرب مين يا اولاد؟ وانت تصير جو. شاطر، برافو عليك. انا عندي يا اولاد اذا الفيرب اللي هو الهيلبنج فيرب في حاله انه يكون موجود مع الاكشن فيرب، يبقى الاكشن فيرب يكون في الفي 1. يعني الاكشن فيرب هنا يكون عندي انا هنا في الفي 1. الفي 1 الفي 2 الفي 2 هنا وينت. طب انا جيت جبت مع وينت ديد، يبقى وينت ترجع هنا البي 1 تصير جو، يبقى هنا اي ديدنت جو. وفي حاجه معلومه يا اولاد مهمه جدا، لما تيجي تكتب باراجراف ما تكتب كونتراكشنز كده، غلط. امال ايه يا مستر؟ اقول ديد نوت، دي حاجه انا لما نيجي نكتب هنتعلمها، اقول ديد نوت، لان انت في الكتابه يا اولاد تبي تعد كلمات. انا لما اجي اقول لك اكتب 50 words، اكتب باراجراف من 50 words، من 50 كلمه، لو انت كتبت didn't كده صارت كلمه واحده، و didn't كده كلمه informal تعتبر كلمه غير رسميه. ما اكتب ايه مثلا، اقول did not كده صارت did كلمه و not كلمه ثانيه، صار عندي كلمتين. واضح؟ Yes. ايوه. طيب يبقى هنا انا عندي went هي الغلط، هتصير go. ليش؟ عشان عندي didn't. لو ما في كان قلنا وينت صح. طيب الجملة اللي بعديها بيقول لي this is good solution، ايش المستيك؟ ها ايش المستيك الموجود عندي هنا يا اولاد؟ خدناها الجملة دي قبل كده وحلتوها في الاختبار، ولا بتحلوا الاختبارات بالغش؟ انتوا شكلكم بتغشوا في الاختبارات، ما بتحلوا من راسكم. ها بتغشوا ولا انتوا لحالكم اللي بتحلوا؟ حالنا من حل. طيب من حالكم يلا قولوا لي، ها وش المستيك الموجود في الجملة هذه؟ ها صار بعد إذن حط إيه. ممتاز شطور، ممتاز يا عز. بعد إذا حط أي، this is a good solution، لان احنا محتاجين سنجلر. سولوشن هنا سنجلر، واز سنجلر، وذيس سنجلر، كل هذول سنجلر، يبقى محتاجين نحط لها اي. ممتاز. طيب 23 we have a huge problems، ايش المستيك؟ ها ايش المستيك الموجود هنا يا اولاد؟ We have a huge problems. مستر نشيل هاف ونحط هاز. لا طبعا غلط، عندك وي. لما تسوي كده هذا يعتبر، لازم اركز يا اولاد في المستيك الموجود، لان انت ممكن تسوي تصحيح يخليك تغير الجملة كلها. لا انا ما بغير الجملة كلها، طبعا غلط، انا شيء واحد بس هو اللي عندي مشكلة في الجملة. ها 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 واحد يقول لي ايش المستيك الموجود عندي هنا؟ سهل جدا، سهل جدا، اسهل من السهولة، نشغل مخنا. ها ايه محمد عماد ما دخل معنا اليوم صح؟ مستر اي نو ها قول وين محمد عماد؟ يا محمد عماد ليش ما دخلت الحصة؟ قول يا زيد. وي ديليت ممتاز، very good. We drop A. We have huge problems. Problems فيها اس الجمع. الاس الجمع والاي والان ما يجوا، يعني انا عندي لو ان او عندي اي في الجمله اولاد وفي اس جمع ما يجوا، يا اما اس الجمع يا اما الاي والان. الاثنين مع بعض لا ما ينفع. طيب نمبر 24 typing is more better than
handwriting and it is more faster. ايش المستيك الموجود عندي هنا؟ ها four. ايش المستيك الموجود عندي فيها؟ نشيل مور. شيل مور. برافو. مور دي بس الثانية خليها عادي، الثانية صح. يبقى typing is better than handwriting and it is more faster. تقولي طب ليش خلينا مور الثانية يا مستر؟ لأن أنا ما بسوي comparison هنا. هنا أنا ما كملت بعد faster شيء. لو كملت بعد faster شيء كان شلنا مور دي، لكن مور دي بنخليها. مور دي صح. لأن هنا دي بتدل على يعني بيخلي الادجكتيف اللي هي faster هنا يعني more strong، بيخليها أقوى يعني بيقويها. بيدل على الكثرة. more هنا بتدل على الكثرة مو المقارنة. أما more دي هنا بتدل على المقارنة الأفضلية. more better يعني الأفضل. لكن هنا more دي معناها أكثر، دي بتدل على quantity أكثر سرعة. يبقى typing is more better than handwriting. أنا عندي هنا بيتكلم عن التايبنج والهاند رايتنج. مور هنا ما تنفع لأن دي شورت أدجكتيف زي ما احنا قلنا. أما مور، مور اللي موجودة هنا دي صح. مور فاستر يعني أكثر سرعة. فاهمين دي؟ يبقى مور مو دايماً بشيلها يا أولاد، لا بشيلها في حالة إن أنا بتكلم عن حاجتين. لأن هنا معناها مور بيتر يعني الأفضل. لا الأفضل ما تحتاج إن أنا أحط معاها مور. لكن هنا بيتكلم على القوة على الكثرة. فبيقول أكثر سرعة. يبقى مور دي صح. تمام؟ يعني زي مثلا ما اجي اقول مثلا he is more active يعني هو نشيط جدا. كده احب اقول he، اقدر اقول he is مثلا more active. ممكن اقول كده he is more smarter. he is more smarter يعني اكثر ذكاء. ينفع؟ ايوه ينفع عادي جدا اقول كده. لكن لو جيت اقول he is more smarter than وجبت بعديها than وهقول اسم شخص ثاني، لا ما ينفع في الحاله. Understand this or not؟ Yeah, understand. Understand. اما more دي لا معنى، لان more دي معناها اكثر. اما more دي لا، دي بتدل على افضليه ما تناسب. طيب هنا 25 برج خليفه is more tall than any other buildings. ها I know. قول More. More. ممتاز. Mister, we delete more and make tall taller. شطور برافو عليك يا زيد. يبقى هنا برج خليفة is taller than is taller than another building. any other ايه building. any other building. تمام. يبقى هنا هنا أني أنال هنا برج خليفة is more. طبعا more ما تمشي. tall هنا short adjective لازم نقول taller is taller than. taller than من غير more. طيب 26 ما ادري عبد المجيد وفهد واياس جالسين معنا ضيوف. انا احسكم ان انتم ضيوف ما شاء الله يعني تتقهوون ولا ايش قصتكم ما ادري وتمشوا ما في اي تفاعل منكم. نمبر 26 بيقول the most movie I like is Titanic because it talks about a love story. طيب ايش المستيك الموجود هنا يا اولاد؟ يا ريت تعرفونه. هو اتوقع ان انتم ممكن ما تعرفونه. ها المستيك الموجود هنا يا اولاد ترتيبه في الجمله هذه. The most movie I like لا ما تمشي. أقول the movie the نقدر نحط movie بدل لايك يا لا ما أحط شيء. the movie I like the most. أقول كده يا أولاد الجملة the movie ده I مو like the most. ما أحط most، أنزل most وأقول the movie I like وكلمة most تيجي بعد كلمة like هنا. يبقى كلمة most هنا موقعها غلط. وين أجيبها؟ أجيبها بعد كلمة like هنا. يبقى أشيل كيف موقعها غلط يا مستر؟ اقول the movie I like the most. the movie I like the most يعني الفيلم الذي احبه كثيرا مش the most movie. the most movie يعني معناها الفيلم الاكثر ما ادري ايش الفيلم الاكثر ايش طيب ولا الفيلم الاعظم ولا ايش معناها؟
تركيبة الجملة خطأ فيها ميستيك. صح يبقى صح the movie I like the most. The most هنا بعد إيه؟ يعني الفيلم الذي أحبه كثيرا معناها كده. دي معنى الجملة. يبقى the movie I like the most. إيه؟ وأكمل باقي الجملة. طيب نمبر 27 يا أولاد. When I see you next time I will give you a present. ايش الميستيك الموجود عندي في الجملة هنا؟ ها؟ لازم نشيل كلمة كلمة ولا يا مستر؟ لا مو شرط. مو شرط ان انا اشيل كلمة واحط كلمة والكلام هذا، لا مو شرط. ها؟ هنا الخطأ الموجود عندي هنا punctuation يا اولاد. علامة ترقيم. ها؟ الخطأ الموجود عندي هو علامة ترقيم. punctuation. ها مين عرفها؟ ها الجملة يا أولاد إذا ها قول بعد تايم في ابوستروفي. شطور. كما مش ابوستروفي يا عز، ركز. كما أشيل الفول ستوب يا أولاد، هو حط لي فول ستوب. كلمة وين يا أولاد؟ وين دي تعتبر من الكلمات حقت الكومبلكس، تمام؟ من كلمات الديبندنت والاندبندنت سنتنس. اذا بدات بها الجمله، الجمله حقتها الثانيه يكون قبلها كما. When I see when I see you next time حط كما، I will give you a present. طب لو بدات بالجمله هذه يا مستر، لا ما يحتاج احط كما. يعني لو جيت قلت هنا مثلا ايش؟ هنا لو جيت قلت هنا I will give you a present when I see you next time. خلاص الجملة دي ما يحتاج أحط كما ولا فول ستوب ولا شيء، كلهم يتوصلوا في بعض جملة واحدة. ليه؟ لأن أنا بدأت بالإيش؟ أنا بدأت بالإندبندنت. I will give you a present. أنا هعطيك present when I see you next time، لما أشوفك المرة القادمة. ففي الحالة دي ما أحط كما ولا شيء يا أولاد، الجملة كلها مع بعضها تكتمل كده. لكن لو بدأت بوين، لا لو بدأت بالجملة اللي فيها وين لازم أحط كما وأكمل الجملة الثانية. يعني لو قلت هنا وين I see you next time أحط كما هنا، أحط كما وأكمل I will give you وأكمل باقي الجملة. Understand؟ ها؟ لا يبقى هنا عشان في وين حطينا كما. A mother should help her children, gives them care and supportive to them. ها ايش الخطأ الموجود عندي في الجملة دي؟ تعرفوه ولا لا؟ يلا بقي لنا جملتين ونخلص يلا يا اولاد بسرعة. مستر ها ايش نسوي؟ مستر نشيل أ لا ما نشيل آه طبعا. ايش نسوي يا اولاد؟ مين شاطر يقول؟ ها ها في حاجة يا اولاد في الانجليش اسمها زي ايش؟ الباراليزم. يعني ايه الباراليزم هنا هذه؟ الباراليزم ان انا عندي الفيرب شود، صح؟ أنا قلت لكم كل الأفعال اللي تيجي بعد مين، نرجع مرة ثانية هنا أهم أهم كان وكود وشال وادي شودها معنا. الفيرب اللي يجي بعديها انفينيتيف، يعني ما نضيف له ولا شيء، ما نضيف له ولا شيء. فهنا عندي حاجة في الجرامر اسمها الموازاة. يعني إيه؟ يعني الفيرب هيلب آخر شيء الفيرب هيلب نو نو. مين ينعطف عليه الفيرب جيف؟ ومين كمان يا مستر والفيرب سبورت؟ فهنا لازم يكون الثلاثة نفس الفيرب هذا، لأن كلهم معطوفين على بعض. يعني should help وإيه كمان give وإيه كمان support. ها support يبقى a mother should help her children, give them care and support to them. فهمنا يا أولاد؟
لما اجيب فيرب زي كده واعدد افعال ثانيه، لازم يكون الثلاث افعال ولا الاربعه ولا العشر ولا الخمسين نفس الفعل الاولاني، كلهم انفينيتيف. ما ينفع تحط لي واحد انفينيتيف وواحد تحط له اس وواحد تحط له اي ان جي وواحد تخليه ادجكتيف، لا الثلاثه لازم يجوا على نفس الشيء. واضح ولا لا؟ يعني هنا انا عندي شد، شد معروف ان الفيرب اللي يجي بعدين انفينيتيف ما نضيف له شيء. ادي فيرب هيلب واحد، جيف اثنين، سبورت ثلاثه. في ثلاث افعال هنا معطوفين على نفس الشيء، بيقول ان الام يجب عليها تساعد اطفالها وترعاهم وتدعمهم، كلهم على نفس الشيء، ويجب عليها تسوي هنا وهنا وهنا وهنا. يبقى هيلب وهنا جيف، يبقى هنا جيف وهنا سبورت. اها سبورت، واضح يا اولاد؟ ها Yes. ثلاث افعال يكونوا على نفس الفعل الاولاني. لو الفعل الاولاني اي ان جي يبقى الثلاثه اي ان جي، لو الفعل الاولاني اي دي يبقى الثلاثه اي دي، لو الفعل الاولاني اس يبقى الثلاثه اس. ما يصلح واحد كذا وواحد كذا وواحد كذا. واضح؟ دي حاجه مهمه Yes. في الجرامر لما تيجي تكتب. طيب هنا بيقول لي احمد كار از لوكشيريوس. ها ايش الـ ايش المستيك الموجود هنا؟ ها نمبر 29، ها 29 يا اولاد. ها هنا يا اولاد انا بقول سيارة احمد ملكية possessive، يبقى لازم اقول ايش؟ احط ابوستروفيس، اقول احمد سكار، صح ولا لا؟ في حاجه اسمها احمد كار ما تيجي، احمد سكار سيارة احمد. ها واضح؟ واضح. يبقى هنا المستيك ان انا لازم يكون عندي possessive ملكية، لازم يكون في ملكية احمد سكار. طيب هنا نمبر 30 يا اولاد، many researchers give many advices and information to presents or to parents. ايش المستيك هنا؟ ها ايش المستيك الموجود عندي؟ ها كلمة advice قلنا يعني ايه يا اولاد؟ نصيحة، صح؟ advice تنجمع، الكلمة دي لها جمع، كلمة advice لها جمع. No. طيب يبقى هننزل الاس، يبقى mini advice. ها informations، في حاجة اسمها informations، كلمة information لها جمع ما لها جمع يا No. اولاد، دي uncountable، الكلمات دي كلها uncountable، يبقى information، يبقى الكلمتين دول انزل الاس منهم لان دول uncountable يعني ما لهم جمع. No plural. No plural طبعا no singular. No plural and no singular. واضح؟ يبقى many researchers give many advice and information to parents. واضح؟ خلاص يا اولاد احنا هنوقف على نمبر 30 هنا. اي احد عنده سؤال يا اولاد في المسائل دي، في شيء لازم يا اولاد مهم جدا تسمعوا الفيديوهات وتذاكروا هذا اللي اعطيته لكم. لازم لازم تذكروهم وتحلوا الواجب اللي برسله لكم ان شاء الله. اوكي ها Okay. Okay. Do you have any question? Anybody has any No. question? No, no. اوكي يا اولاد انا برسل لكم هذا تحلوه هومورك، ولازم تراجعوا الفيديوهات اول قبل ما تحلوه. Okay. يلا جود باي. Goodbye.